وينضم إلينا من برلين مراسل الغد يمان شواف. يمان، يعني في البداية يعني أبرز الملفات التي سيناقشها هايكو ماس ودلالات توقيت هذه الزيارة. نعم، الأبرز الملفات هي دفع عملية السلام. هذه الزيارة التي ستبدأ غدا الأحد، على أن يلتقي يوم الأربعاء كل من وزراء خارجية فرنسا ومصر والأردن. هذه المجموعة الرباعية التي تشكلت في فبراير العام الماضي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن تهدف بشكل أساسي إلى دفع عملية السلام. الجديد هو ما قاله وزارة الخارجية الألمانية، أن هناك أرضية ربما تساهم بشكل كبير في إعادة إحياء عملية السلام بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وذلك انطلاقا من معاهدات السلام التي وقعت مع دولة الإمارات و كذلك السودان والمغرب العربي. هذا الأمر ربما يشكل أرضية جيدة بحسب وزارة الخارجية الألمانية على أن تعود عملية السلام مجددا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما يحمله وزير الخارجية الألماني بشكل أساسي ورئيسي خلال هذه الاجتماعات التي ستكون حسب ما أعلنت وزارة الخارجية يوم الاثنين. يعني كما قلت يبدأ غدا الجولة، ولكن لم تذكر بالضبط تفاصيل فيما إذا كان سينتقل إلى الأردن أو ربما إلى أي بلد آخر. حتى اللحظة كل المعطيات هي أن الخارجية ترى هناك أرضية لإعادة إحياء عملية السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. نعم، يمان شواف مراسل الغد كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.